نتعرف على كل تفاصيله مع ضيوفنا. برحب برئيس المركز دكتور منير ابي سعيد، اهلا وسهلا فيك دكتور، وكمان المسؤولي عن البرامج البيئيه بالمركز السيده ديانا ابي سعيد، اهلا وسهلا فيكم. يمكن المشاهدين مثلي انا استغربوا لما سمعوا عن الايفنت اللي هو انترناشونال بات نايت، ولكن هو حدث سنوي بيصير بكل دول العالم، ونحن لبنان الدوله الوحيده بمنطقه الشرق الاوسط اللي بتحتفل بهالمناسبه. شو هي بالضبط؟ هي المناسبة حطوها بلشوها الأوروبية من شي 10 سنين أكثر كمان ليفرجوا أهمية الحيوان ودوره بالطبيعة، لأنه الحيوان مش مفهوم كثير. دكتور بعتذر، بدي بس وقفك لحظة ليظبطوا لك الصوت، ما عم يسمعوك منيح. ديانا، بهالوقت تعرفينا على Animal Encounter، هالمركز اللي فتح أبوابه عام 1993، شو هو بالضبط وبشو بتهتموا؟ اوكي، الانيمال انكاونتر هو مركز بيئي بنهتم بالحياه البريه اللبنانيه، الحيوانات اللي موجوده، البعض منها منصاب، مجروح، ترابت، الناس بتعرف انه بحاجه لعنايه بيجيبوا لنا اياه، نحن بنهتم فيه، واكيد ضروري يكون حيوان خاصه بالحياه البريه تبع لبنان. بعدين يعني مش حيوانات بنلاقيها بشوارع المدن؟ هلا الشوارع في موستلي باتس حيكونوا، يعني مثل بسينه وكلب وهيك. حيوانات اليفه يمكن ضايعه او حدا استغنى عنها؟ لا، نحن مش هذا الاهتمام، مش هذا الاهتمام الاساسي اللي لنا، الاهتمام الاساسي هو الحياه البريه يلي هو الناس بتعرف جزء كثير عنا، وبالعكس لانه ما بيعرفوا كثير عنا صاروا عم بيأذوها او عم بيخبروا اخبار عنا مش منيحه، عم بتهدد بانقراضها، عم بتهددها بالخطر، عم بتهدد اكثر بصيدها لانه باعتقادات خاطئه. سو بالانيمال انكاونتر الحيوانات اللي موجوده عندنا هن مثل عندنا دباب، غزلان، ثعالب، بوبية، ضباع، كلياتها حياة كل شيء ممكن نلاقيه بالبريه عندنا بلبنان. ونحن عندنا اياهم مش لهدف الفرجي، هو بالعكس هن للاهتمام فيهم. لهم وظائف بيئيه كثير مهمه. اكيد اكيد. وبعدين بنرجع اطلاقهم بالبريه اذا حالتهم بتسمح، لطيور المنصابه بنفلتها بنطيرها، اذا كان عندنا كابتيف بريدنج اللي هو اكسار الحيوانات بالاسر، مثلا عندنا ضلينا على 10 سنين الضبع عندنا يخلف ونفلت الضبوعه اللي تعيش من هذا الضبع. عندنا كمان غرير خلفوا فلتناهم، حيوانات لقطينا على الفخوخه كمان عم نرجع نعيد اطلاقها، واللي ما بيسمح حالتها انه ترجع تتفلت بالطبيعه بتضل عندنا بالسنتر. كيف بتوصل لعندكم هالحيوانات؟ بما انه هي حيوانات بريه كيف بتوصل على المركز؟ وين مركزكم انتم؟ بعلي. بعلي، نعم. ناس بيوصلوا هلا ممكن يلاقون او منصابين او صح صح صح، يعني قبل كان كثير قليل بس هلا شوي الناس عم تعرف اكثر، عم تتوعى اكثر، صاروا عندهم ريفرنس بليس لحتى مرجع ليقدروا يوصلوا هالحيوانات. يعني نظره المجتمع عم بيتغير تجاه الحيوانات، بدل ما يخافوا يمكن يأذوهم شوي بفضل جهودكم، صاروا عم يمكن عم بيعرفوا اهميه هالحيوانات وعم بيعرفوا وين يتوجهوا فيهم حتى ينقذوهم بالنهايه. دكتور، كنت عم بسألك عن المناسبة اللي هي International Bat Day. هي الانترناشونال بات نايت قلت لك كانت تصير، صار بلشوها من شي 10-15 سنة بأوروبا ليضووا على أهمية الوطواط، أهمية دوره بالطبيعة، لأنه في كثير عالم ما بيعرفوا، بيعرفوا بس من خلال دراكولا أو الأفلام هذه. فكانت فامباير بات. فمشان هيك باليوروبات منظمة الوطواط العالمية أو الأوروبية عملوا هاليوم آخر ويك إند من آب يكون للوطواط، متخصص للوطواط بكل العالم. مثل ما ذكرتي حضرتك بكل العالم بيصير، بالبلدان العربية الوحيدين نحن بتصير عندنا بلبنان وعلي بمنطقة الانيمال بالانيمال انكاونتر بالمركز تبعنا بيصير، والهدف تبعه مثل هدف الباتنا انه لنوعي على دور الوطواط، دوره بالطبيعة، أهميته وان سو. نعم، بلشنا نشوف هون صور دكتور، هيدي من هيدا من الاحتفال؟ نعم، هيدي من الأشياء اللي بتيجوا لعنا الناس، أكيد بيكون عندهم أول شيء محاضرة نعرفهم على الوطواط، بعدين بشوفوه قدامهم. هيدي بس بهالمناسبة دكتور؟ اجمالا بس بهالمناسبة. نعم. بنعملك انسنتم عن بتكون كثير عن البات، يعني اكستنسيف. نعم. على البات بتكون. وبعدين هذه بعض الصور من المركز، كمان كانت السنة هذه بساعدة السفير الياباني، فهون عم يبرم على. نعم. الحيوانات الموجودة بالمركز. هون كان عندنا كمان السنة هذه عملنا قصة عن البطوات اللي ساعدتنا فيها دار أصالة، قدموا لنا إياها القصة أصلاً. هيدي برزنتيشن اللي عملتوها؟ هيدي لا، هيدي قصة.
هاي قصة بالعربي عن الوطوات. بما انه هالحدث بيجذب كبار وصغار خصصته نشاطات موجهه لاثنين للكبار وصغار وللصغار. عملتوا هالقصة القصة يعني للصغار بالضبط. هون قصه مثلا بيعملوا وطويت وجوه وطويت مثل ماسك وطوات. نعم. بيصيروا هن الوطويت وبعدين ببلشوا الالعاب التوجه الى الوطوات. مثلا هون الوطوات كيف بيلاقوا اكله بدون ما يقشع الوطوات ما بيسمع ما بيقشع. العاب تثقيفيه تثقيفيه بالضبط. الوطوات ما بي ما بي ما بيستعمل عيونه بيستعمل دناي. هون مثلا بيكونوا بحسين الصغار ما بيقشع الوطوات بلا بيقشع بس بالليل بيقشع مثلنا نحن بالليل بيقشع بالنهار منيح بالليل ما بيقشع. فبالليل بيستعمل دناي ليتصيد وحنحكي عن التكنولوجيا تبع دناي بعد شوي اذا صرنا نمشي. فبالاخر اخر الحدث الوطويت الموجودين عم نجيبهم نفس النهار من المغرب اصلا لانه شغلتنا احنا ابحاث عن الحيوانات فبنعرف وين الموجودين. بعد ما يخلص النشاط الوطويت كل شيء نجيب كله بيتفلت بنفس النهار والمشاركين بالايفنت هن اللي بيفلتون. فهيك بصير تقرب اكثر من الوطوات بيعرفوه اكثر بيعرفوا دوره واهميته. يعني توعيه حول الوطوات ومعلومات صحيحه عنه لانه بعرف في مفاهيم خاطئه كثيره حول هالحيوان. قد ايه موجود عندنا هالحيوان بلبنان؟ بلبنان كثير مهدد. هلا عندنا نحن بالعالم في 1200 وطوات 1200 نوع من الوطويت 1200 اللي هن اكبر عائله بعد الفيران بعد القوارض. بلبنان عندنا 20 نوع كنا عندنا 16 اكتشفنا من شي 4 سنين 4 انواع جديده. صار عندنا 20 نوع من الوطويت 19 منهم اكلهم الاساسي حشرات. نعم. ونوع واحد بس بياكل فواكه. فهودي الهول انواع. فتلقائيا بنلغي المفهوم اللي هو في شي وطوات بياكل دم. اكيد عندنا بالعالم كله اصلا من اصل 1200 في 3 انواع بس بتمص دم. اللي هن اثنين بمصوا دم طيور بيجوا بس على الطيور ونوع واحد على اللبنات اللي مش موجود منا بلبنان ولا بالشرق الاوسط اصلا في منه. يعني نحن كبشر منا مهددين من قبل الوطوات؟ لا ابدا انا لا ما بحبوا دم الوطوات عم يتهدد من قبل البشر. بالعكس هاي الشغله هون اصلا قليل البشر اللي عندهم دم بهالايام دكتور. الوطوات مثل ما قلت موجود عندنا بلبنان ولكن مش وين ما كان بمناطق معينه. هو صراحة متواجد بكل لبنان بس المناطق اللي بنام فيها لا مختلفة. يعني بالمدن أنا مثلا تحت بيتي بلاقي ايه وين ما كان موجود. يعني ببيروت في وطويت في النوع اللي بياكل الفواكه الكبير اللي العالم كتير بتقرف منه عم وسخ سيارات وهيك بس ما بيعرف انه هيدا اللي عم ياكل فواكه صحيح انه عم وسخ سيارات بس بنفس الوقت عم ينقل البذرة تبع الفواكه من محل لمحل وهذا هدفه الأساسي. لأنه العصافير مثلا تاكل الفواكه فاين تحمل البذرة بس بتزتها بنفس المحل. الوطوات بيقطف الفواكه عن الشجره. نعم. بيروح بياكلها على شجره ثانيه لانه ما بياكلها نفس المحل لانه بصير في شويه تنافس بيناتهم. فوقت اللي خدها على محل ثاني للبذره بيكون عندها تشانس اكثر تطلع من ما تنزل تحت الشجره والشجره الام تسيطر عليها وما تخليها تطلع. فهيدا اهميته. خلينا نحكي كمان بعض المفاهيم الخاطئه حول الوطوات. الناس ليش تلقائيا بتفكر انها تاذي الوطوات لما تشوفه؟ لانه ما بيعرفوا عنه لانه بخمنوه. قلت لك يعني التلفزيونات ساعدت كثير الافلام تبع دراكولا ساعدت كثير. بعدين كل شيء بيطلع بالليل يعني احنا وصغار كانوا يخوفون اذا ما بتدرس حمام اسود وفيران عرفتي يا لطيف يعني صرنا نخاف منهم. بينما الوطوات هو ابدا مش هيك. يعني الوطوات حيوان كثير مهم. هو مثل اللبنات الوحيده اللي فيها تطير بتطير طير مزبوط يعني مثل الطيور بتطير بس. نعم. هو حيوان لبون. في حيوانات بتزحف بالجو بس هيدا بيطير بالجو. الوطوات مثلا من الاشياء اللي بخوف منها لانه من زمان كان العالم يقعدوا بالمغاور مثلا ما كانوا يروحوا بس في بيوت يقعدوا فيها دوسوا لمحل ماشيين تعتم على الدنيا يفوتوا على مغاره. فالمغاره هي فيها وطويت ومن هون طلعت الخبريه انه بعلق على الشعر وبياكل العيون اللي هي مش مزبوطه لانه الوطوات فيهم حنعمل له شبك معمول من شعر الانسان في يمرق بيناتهم من دون ما يدق فيهم. بس اللي بيصير انه وقت العالم يفوتوا على المغاره يناموا فيها اول شيء الوطوات ما وقت يطلع من المغاره ما ببلش يستعمل السونر تبعه او اللي بسموها الايكولوكيشن السمع يعني السمع لانه بيعرف الطريق. انت في النهايه هي نظره بالضبط. يعني اذا ما نعتبر انه النظر الدماغ هو اللي بيشوف الوطوات بيشوف بدناي لانه بيستعمل الصوت وبيطبع الصوره بدناي بدماغه مثل ما بيشوفها بالسمع مثل ما احنا بنستعمل النظر. فتهبن انه شي وطوات بدق بحدا بالزلمه بالمغاره او شي وطوات بيوقع بتعبش بحدا بخمن امه فطلعت عنه هالخبريات هيدي. بلس انه بمص دم اللي هو طبيعي اصلا. بعدين في ناس بيقولوا بيعمل امراض وبيعمل كلب والى اخره.
20% من الكلاب معقول يعملوا كلب، بينما 1% من الوطوات معقول يعمل كلب. فال يعني ال ودي عنا انه تشانس انه نلاقي وطوات بالضبط اللي هو ماشي انجا 0.000% معقولة نتلاقى بوطوات. يعني اذا مرق من حدنا شو لازم تكون ردة فعلنا؟ ما نعمل شيء لانه مش هو ما راح يهجم علينا. لا ابدا ابدا اكيد هو عارف وينك انت وبيهرب عنك اصلا. يعني 1200 نوع ديانا من الوطاويط حول العالم، يعتبر حيوان مهدد بالانقراض حاليا بمناطق معينه؟ مهدد بالانقراض بامريكا، نورث امريكا عم بيكون عندهم ديزيز عم يجي عليهم. نعم، وايت نوز سيندروم. مضبوط، اللي هو هلا عم بيحاولوا يعملوا حملات كثير لحتى ينقذوا هالحيوان من الانقراض، لانه بيعرفوا اهميته قديش مهم باكل الحشرات. عنده مثلا بالساعه بده ياكل 300 حشره. نعم. تخيلي انه يمكن لو حطينا فاب او وات ايفر سبراي بدنا نعمل قديش نحن عم ننضر طريقة طبيعية لحتى يروحوا هالحشرات. بدنا نحكي اهميته للزراعة اكيد. صح. وللغابات بالضبط. يعني 98% من الغابات الاستوائية الوطوات مسؤول عن اعادة تشجيرها. حتى الراوس تبع الجوينو تبعه اللي هو الوسخ تبع الكاكا تبع الوطوات هو من اغنى السماد بالضبط. يعني الكيلو منه حقه $5، عرفتي؟ واللي هو بيستعملوه ببلدان شرق اقصى بيستعملوه كمورد لهم. من عدم تعفن ما ذكرت ديانا انه الوطوات بياكل قد حجمه وزنه حشرات بالليله. يعني عندنا 1,000,000 حاله ملاريا بالسنه بتصير بافريقيا، بينما الوطوات الواحد بياكل قد حجمه. يعني اذا بدك تحكي عن وطويط كولوني وطيب بتكون بالالافات بتاكل بالاطنان حشرات بالليل. يعني هالشيء شو بدل انه ما في كثير وطويط بافريقيا؟ ما في كثير، بلا في وطويط بافريقيا، بس الوطويط الموجود بافريقيا اكثر. نعم. من النوع اللي بياكل فويك اكثر من بياكل حشرات. ممكن يكون حيوان اليف الوطوات؟ لا ما فينا نربيه. نعم. لانه حتى الحيوانات البريه كمان ما فيها تكون اليفه. نعم. يعني الحيوانات مثلا الكلاب سينات غنم معزه اخذوا 5000 10000 سنه صاروا اليفين. وهذا الخطر نحط حيوانات بريه بالبيت مثل سعدان والى اخره. نعم. دكتور منير ابي سعيد وديانا ابي سعيد، شكرا لوجودكم معنا ولهالمعلومات القيمه، وان شاء الله بيصير في هيك توعيه اكثر حول هالحيوان لانه مثل ما خبرتونا له اهميه كثير كبيره لنا. اهلا وسهلا. شكرا لكم. واقفه مشاهدينا واللايف بكمل.